يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث قال مراسل العربي إن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أصيب وجميع أفراد عائلته، بينما استشهدت ابنته في قصف إسرائيلي على جباليا البلد. في وقت سابق قصفت طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وشهد الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على أجواء منخفضة في المخيم والمناطق المحيطة به. كما أسفر القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو لحية في مخيم جباليا عن شهيدة وعدد من الجرحى. ننقل لكم المشهد والصورة من قلب مخيم جباليا بلوك 2 تحديدا. هذا قصف لمنزل يعود لعائلة أبو لحية في منتصف بلوك 2. عدد كبير من الإصابات في هذا الاستهداف لمنزل عائلة أبو لحية وشهيدة في نفس المكان. هذا هو الدمار الكبير الذي أسفر عن غارة صهيونية في مخيم جباليا.